النادي الاسماعيلي نطمن على اصابه حسني عبد ربه. كان برضو في اصابه النهارده لمحمود متولي، لكن يعني اصابه حسني انا قريت كده اشتباه في الرباط الصليبي او قاطع في الرباط الصليبي فزعلت، فعايز اتاكد ونشوف القصه ايه مع الدكتور مجدي. ازيك يا دكتور؟ ازيك كابتن كريم، ازيك ضيوف الكرام، اهلا بيكم. الله يخليك، ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. ايه قصه اصابه حسني؟ هو عنده اشتباه في قطع في الرباط الصليبي الامامي للركبه اليمين، وهيعمل رنين الصبح بكره ان شاء الله في القاهره، وهنعرضه على الدكتور احمد عبد العزيز عشان لبيان مدى طريقه العلاج ومده العلاج وكده. هيعمل رنين بكره؟ بكره ان شاء الله الصبح. لكن حضرتك يعني عملت التيست كده بايدك؟ في مشكله في الرباط؟ اه في طبعا في قطع باينه، يعني في قطع. اه بالظبط. طب يعني دي يعني مش عارف اقول ايه، لكن حسني طبعا مشكله، دي المره الثالثه بالنسبه له صح؟ لا دي الثانيه في الركبه اليمين. ما هو في الركبه الشمال مره. كانت في الشمال. اه الاولانيه كانت في الشمال والثانيه في اليمين. دكتور في اليمين قطع كامل يا دكتور؟ في احتماليه يبقى قطع جزئي ولا لا؟ لا كامل. كامل. ما شاء الله وربنا ييسر ان شاء الله بكره. هو نفسيته اخبارها ايه بقى؟ يعني هو الراجل متقبل الدنيا، يعني هو راجل قوي وايمانه بالله قوي، هي بس وقع الاصابه في الاول بس في الدقايق الاولانيه وبعد كده خلاص يعني. هو عمل جامب ونزل ركبته خانته، او يعني اتقطع الرباط لما نزل. ركبته اشترك مع واحد واتلوت منه. ايوه. محمود متولي ايه بقى؟ اشترك مع واحد. محمود متولي اصابته ايه؟ محمود متولي احتمال الغضروف خارجي، وهيعمل برضه رنين معاه وهيتعرض الاثنين هيتعرضوا بكره الدكتور احمد عبد العزيز بعد الرنين ان شاء الله. لا الف سلامه طبعا، وان شاء الله يقوموا بالسلامه باذن الله. لا الحمد لله خير ان شاء الله. تمام، بشكرك يا دكتور مجدي. طيب يعني